بالنبي صلى الله عليه وسلم الدار واستقر به القرار، توجه مع إقامة المجتمع المسلم إلى أعدائه الكفار، فعقد الألوية وقاد بنفسه الغزوات وأرسل السرايا وشن على المعتدين الغارات، فغزا صلى الله عليه وسلم 25 غزوة قادها بنفسه، وأرسل أكثر من 50 سرية بقيادة قواده، واشتهر من معاركه بدر وأحد والخندق وقريظة وخيبر ومؤتة وفتح مكة وحنين وتبوك ذات العسرة. أنجز عليه الصلاة والسلام تلك العمليات الحربية كلها على كثرة عددها وتباعد مواقعها في فترة وجيزة تبدأ من السنة 2 إلى 9 من الهجرة، حتى دانت جزيرة العرب ودخلت في الإسلام، ومهد هو بذلك نفسه صلى الله عليه وسلم للفتوحات بما أعد ورتب لها من المقدمات. ولولاه صلى الله عليه وسلم لما كانت فتوحات ولا كان للعرب شأن يذكر إلا ما كانوا عليه من التخلف والفقر، ليكون درسا للمسلمين أن يحرصوا على فريضة الجهاد ليتخلصوا من الضعف والقهر. وفي السنة 10 شمل الإسلام جزيرة العرب واستتب له الأمن وتمكن في الأرض، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم العمال والولاة يديرون مناطق الجزيرة ويعلمون الإسلام، وحج صلى الله عليه وسلم بالناس حجة الوداع، وخطب في عرفة خطبته الشهيرة التي أشار فيها للوداع وذكر بأصول الإسلام في أمور الدنيا والدين، وحمل مسؤولية التبليغ عنه أمة المسلمين، فكرر في آخر كل فقرة منها قوله الجامع: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وفي هذا اليوم الأعظم نزل عليه صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة، رضينا بما رضي الله لنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على غاية الجمال والكمال في ذاته وأخلاقه وفي أفعاله وكل أموره. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن الزائد الطول ولا بالقصير. كان ربعة من القوم جعدا، رجلا ضخم الرأس واليدين والقدمين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، في وجهه تدوير أبيض مشرب بحمرة كأن الشمس تجري في وجهه لنورانيته صلى الله عليه وسلم. إذا مشى صلى الله عليه وسلم تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معا
بين كتفيه خاتم النبوة، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. كلامه فصل لا نزر ولا هزر، أحسن الناس صوتا، في كلامه ترتيل وترسيل، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على ذات محمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات محمدية، واغفر لنا ما يكون